حضرت. اهلا بيكم. طبعا مهرجان سينما كبير جدا، مهرجان مصري سينمائي، لازم كلنا نبقى بنشجع وبنحضر المهرجان. يعني مع كل الحزن اللي جوانا النهارده صممنا ان احنا نيجي ونتابع ونشارك في افتتاح الدوره 38. ربنا يصبر اهل محمود عبد العزيز ويصبرنا كلنا على فراقه. خساره كبيره جدا جدا للفن وخساره لينا احنا كلنا كفنانين. ما حلفنيش الحظ ان انا قابله قبل كده، كنت اتمنى ان يجمعني بيه عمل بس للاسف ما حصلش. دي مش اول مشاركه ليا، بس انا بقالي سنتين تقريبا ما شاركتش، لكن بحضر كل الافلام، بتابع كل الافلام اللي بتبقى معروضه في المهرجان، وان شاء الله هعمل كده السنه دي. ان شاء الله رمضان باذن الله. باذن الله ان شاء الله. شكرا. حضرت اقوى موقع فني في مصر.